السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان. النهاردة هنبدأ مع بعض بكونسبت 1.2، هنحل مع بعض أسئلة الاكسرسايز on lesson 1. إن شاء الله حلها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. نبدأ مع بعض. هنا هنبدأ أول حاجة بتشوز، بيقول when you feel nervous، لما انت بتشعر بتوتر، your heart beats، ضربات قلبك increase، بتزداد. This indicates، ده يعني بيشير. The interaction، التفاعل between مين، وعندنا من systems between مين ومين، عندنا مين، عندنا heart beats، وعندنا مين تاني، وعندنا هنا بيقول لك nervous يعني في nervous system. طيب وعندنا heart beats، القلب ده تبع مين؟ تبع circulatory system، يعني nervous system and circulatory system هختار عندنا C. هنا skeletal system، الجهاز الهيكلي، takes nutrients، بياخد العناصر الغذائية، قلنا بياخدها من مين؟ سيستم، عشان هنا بيقول for growth of muscles، عشان ينمو العضلات. ها عندنا اكل هياخده من مين؟ هياخده من digestive system. اللي بعده بيقول when you touch a hot cup of tea، لما انت تمسك كده او لما انت تلمس كوباية شاي سخنة. ها انت لمست كوباية شاي سخنة، وبعدين بيقول لك send ها a message to the muscles، في اشارات اتبعتت لمين؟ للعضلات، من ايديك تو كونتراكت، يبقى عندنا ده مين السيستم المسؤول عن كده؟ عندنا النيرف سيستم، الجهاز العصبي. هنا ان ا دينجرس، يعني لما بيكون في خطر، بيقول يور ايز، عينيك، سند ذا انفورميشن، بترسل معلومات لمين؟ تو ذا، بترسل معلومات على طول لبرين، للمخ، بتبعتها to perform the suitable action، علشان عندنا الموقف اللي حصل. muscles of stomach and muscles of heart can be controlled by، عضلات المعدة وعضلات القلب بيقول بتتحكم في نقط systems. هنا عندنا مين؟ stomach، وعندنا هنا heart، معدة وقلب، هيتحكم عندنا مين فيهم؟ بتحكم قلنا nervous system. فاكرين في activity number 3 شرحت الجزئية دي. the nervous cells depend on، الخلايا العصبية بتعتمد، بيقول هنا على ايه؟ systems to get the needed nutrients، عشان تحصل على احتياجاتها من العناصر الغذائية. nervous cells، الخلايا العصبية بتعتمد على ايه عشان تحصل على احتياجاتها؟ قلنا بتعتمد على digestive system وقلنا circulatory system. ما هو عندنا digestive system ده هو اللي فيه الفود، اللي فيه النوترينز، والنوترينز دي بتروح عن طريق مين؟ عن طريق blood، اللي هو يعني circulatory system. Number 7 the system which transfers nutrients from the digestive system to the، بيقول هنا عندنا ايه دي؟ to the different muscles of the body is the nervous system، الجهاز اللي بينقل العناصر الغذائية من الجهاز الهضمي ليه، بيقول different muscles، ليه عضلات تانية اسمه. شايفين معايا؟ بيقول بينقل transfer، بينقل النترينز من الدجستيف بيوديها عندنا لمين؟ ل different muscles، ليه عضلات مختلفة. مين هو؟ عندنا circulatory system اللي هو الجهاز الدوري، قلنا ده عن طريق blood، الدم. in dangerous situations، يعني في المواقف الخطر. هنا بيحصل ايه؟ all system of the body interact together، كله بيشتغل مع بعضه. طبعا طبعا اقول له اجابة true. هنا circulatory system interact with the digestive system only، لا nervous system بيعمل send لي message to digest food and stomach، الجهاز العصبي بيرسل اشارات عشان يهضم الطعام في المعدة، لا respiratory system بيتفاعل مع circulatory system بس، لا هقول له برضو لا، يبقى هنختار بس اول واحدة. هنا true or false، all system in your body work together in an integrated way، كله بيعمل مع بعض وفي شكل او بطريقة متكاملة، هقول له true. when you hear a clock alarm، لما انت بتسمع كده منبه، انت ايه سمعت؟ يبقى عندنا your brain، مخك بيرسل عندنا signal، اشارات to muscles، للعضلات بتاعتك to move and wake up وتستيقظ، هقول له ايه؟ true. In dangerous situations nervous system، في المواقف الخطر nervous system، الجهاز العصبي only فقط allow، بيسمح your body to face the danger، الجهاز العصبي بس هو اللي بيشتغل يعني عشان يواجه الخطر بتاعك ده،
هقول له لا طبعا اجابه فولس. دايجستيف سيستم كان دايجست فود، الجهاز الهضمي بيهضم الطعام without the help of nervous system، بدون مساعده النيرفس سيستم. ها هقول له ايه؟ هقول له اجابه فولس. ليه؟ ان احنا قلنا ان كلهم work together، كلهم بيشتغلوا مع بعضهم، قلنا in integrated way، بطريقه متكامله. muscles of heart are controlled by nervous system، عضلات القلب اللي بتحكم فيها عندنا nervous system. هقول له اه اجابه ترون. nutrients العناصر الغذائيه reach بتصل ل the nerve cells للخلايا العصبيه which found in your hand by the help of circulatory system، العناصر الغذائيه بتوصل للخلايا العصبيه الموجوده في ايدك بمساعده، بيقول circulatory system بمساعده الجهاز الدوري. هقول له ترو. digestive system transfer الجهاز الهضمي بينقل الاكسجين to all muscles in your body، بينقل الاكسجين لكل العضلات لجسمك. لا طبعا، واحنا قلنا بينقل ايه؟ nutrients العناصر الغذائيه. تعالوا هنا مع بعض، بيقول when you feel nervous، لما انت بتشعر كده بتوتر، there is an interaction between circulatory system and عندنا هشعر بنيرفز، يبقى بين circulatory system ومين؟ هقول nervous system. when you touch a sharp thorn، لما انت كده بتلمس ايه؟ شواك حادة، your hand moves away quickly، ايدك بتحركها بسرعة، due to the interaction between nervous system and knot in your hand، دلوقتي انت حسيت بخطر، فبالتالي ايه اللي اتحرك عندك؟ المسلز العضلات بتاعت ايدك، فدي عندنا كام؟ نمبر 2. هنا when you smell a fire smoke، لما انت بتشم كده ريحة دخان، the knot sends message، مين اللي بيرسل اشارات على طول؟ قلنا مين؟ brain، المخ، بيبعت اشارات لمين؟ ل to your leg muscles، للعضلات بتاعت رجليك، to walk toward the fire location، عشان يعني تروح لايه؟ للموقع بتاع الفاير، الحريق. the interaction between، التفاعل between نقط بيكون is important in any dangerous situation، بيكون مهم لأي موقف خطير. عن body systems اللي هي أنظمة الجسم، فهختار عندنا دي نمبر 4. نمبر 5 digestive system provides the nerve cell، الجهاز الهضمي بيزود الخلايا العصبية بايه؟ which are needed to perform their function، اللي محتاج ان هي تقوم بالوظيفة بتاعتها. طبعا عندنا nutrients العناصر الغذائية. nutrients are transmitted، العناصر الغذائية بتنقل من digestive system to nervous system through، طبعا من خلال عندنا مين؟ من خلال blood الدم. تعالوا هنا give reason for، بيقول digestive system help skeletal system in fracture healing، الجهاز الهضمي بيساعد الجهاز الهيكلي في الشفاء من الكسور. هقول عندنا ايه السبب؟ لان احنا قلنا ان digestive system ده provide the skeletal system بايه؟ with nutrients، بالعناصر الغذائية which it needed it، اللي هو محتاجها. اللي بعده بيقول the nerve cells، الخلايا العصبية in the nervous system need nutrients، ليه هي محتاجة nutrients؟ هقول to perform their function، عشان تقوم بالوظيفة بتاعتها. number 3 the importance of nervous system for the muscles of heart، أهمية الجهاز العصبي للعضلات بتاعة القلب. هقول له because لان عندنا nervous system control the movement of muscles of heart، لان هو بيتحكم في عضلات القلب. طب هنا what happen if، ايه اللي هيحصل لو the brain of cyclist when he sees a dangerous situation، ايه اللي هيحصل للمخ بتاع الراجل اللي راكب دراجة لما بيشوف موقف خطير؟ هيحصل عندنا ايه على طول؟ ها هيحصل ان عندنا the brain، المخ، هيعمل send signals، هيرسل اشارات لمين؟ to the muscles، للعضلات بتاعته، to contract that contract and allow his body to face the dangerous، عشان تنقبض وتسمح للجسم بتاعه ان هو يواجه الخطر ده. تعال نشوف اللي بعده. تعالوا هنا بيقول you can use the same systems more than once، ممكن تستخدم يعني كل واحدة منهم اكتر من مرة. بيقول هنا عندنا it controls the muscles of stomach، مين اللي بيتحكم في muscles بتاعت العضلات؟ قلنا مين؟ قلنا nervous system هو اللي بيتحكم فيها.
فعندنا هنا إيه؟ هكتب ايه بدل ما اكتبها؟ هكتب دي كده نمبر 1. تمام. هنا it transmits nutrients from the digestive system to the nerve cells. من اللي بيرسل عناصر من الجهاز الهضمي للخلايا العصبية؟ قلنا circulatory system. فعندنا دي عندنا نمبر 2. It provides the muscles of heart with its needed food. بيزود العضلات القلب بالطعام اللي هو بيحتاجه. طعام يبقى digestive system، الجهاز الهضمي. It controls the muscles of heart. من اللي بيتحكم في عضلات القلب؟ قلنا nervous system. فدي كمان عندنا number 4. They help in providing and transmitting the nutrients to the muscles of arms. بيساعد في تزويد ونقل العناصر الغذائية للعضلات of arms. ليه؟ عندنا الذراعين. عندنا مين؟ عندنا طبعا المسؤول عن ده، قلنا digestive system وقلنا circulatory system. فانا هكتب هنا 2. هكتب مين؟ هكتب عندنا digestive system فدي number 5، وهكتب كمان circulatory system، هما الاثنين دول. تمام. كده نكون خلصنا درسنا النهاردة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيساعدني أكمل وأحل معاكم الأسئلة دي. Thanks for watching. Bye bye.